لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كيف تصفون حادثة غرق العبارة في الموصل والتي لم تنهض بعد من مأساة الدمار والنزوح فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ندعو بالرحمة لجميع الشهداء والصبر لأهلهم وذويهم ولأهل الموصل ولأهل العراق جميعا. تعددت الأسباب والموت واحد كما يقال، ونقول في العراق أيضا تعددت المآسي والمشكلة واحدة. هذه المظلة السياسية التي أصبحت مظلة للفاسدين يرتعون ويتمتعون بدماء وأموال الشعب العراقي، والشعب يعيش في هذه المآسي المتكررة ويسبح في هذه البرك من الدماء، والفاسدون لا يبالون، يتاجرون بدماء العراقيين ولا يوجد أي محاسبة لأي فاسد ولأي مجرم، بل ربما الكثير من المجرمين يتم توفير الحماية لهم وإعطاء الحصانة لهم، وربما يعودوا من جديد لممارسة المزيد من الجرائم الأخرى والفساد الآخر، ليقع مرة أخرى عدد آخر من أبناء العراق ضحية لفسادهم ولإجرامهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دكتور، في ظل هذه الحصيلة الثقيلة والكبيرة من عدد الضحايا، تم تسجيل غياب واضح لعناصر الدفاع المدني في المكان، كيف تفسرون ذلك؟ هذه كما قلت قبل قليل المسألة مسألة الفساد، فلا يوجد أجهزة حقيقية تمارس دورها في تقديم الخدمات للشعب العراقي. مجرد أرقام، والأرقام هذه أرقام كما يسمى ويعبر عنهم في العراق اليوم فضائيين، مجرد أشخاص يأخذون رواتب، وفوق هؤلاء الأشخاص هنالك مقاولون. هؤلاء المقاولون هم الذين يحرصون على أن يجنوا مزيدا من المال وعلى حساب الشعب العراقي. لا يوجد أجهزة تقدم أي خدمة للشعب العراقي، لا من أجهزة الإنقاذ ولا الدفاع المدني ولا غيره. غياب واضح في كل الخدمات. وما هذه المأساة اليوم إلا ربما توضح وتظهر للعالم حجم الفساد وحجم الخراب في العراقي بما فيه هذه القضية. هي جزئية صغيرة لكنها تظهر وتكشف هذا الفساد أو هذا العور الكبير في الإدارة أو الأجهزة العراقية بكل جوانبها. ربما نبقى في هذا السياق ونتحدث عن هذه الأجهزة الحكومية بشكل مفصل ومسؤوليتها للتأكد من أمن وسلامة النقل النهري وتوفير عناصر الدفاع المدني أو الأمن في مكان الحادثة. نعم، لا يوجد أي أجهزة أمنية. الأجهزة الأمنية دورها اليوم هي لحماية الفاسدين ولحماية السلطة والكراسي، بل المعروف حسب الأخبار التي وردت من الموصل أن الميليشيات التي هي تسيطر على الملف الأمني هناك هي التي تحمي المقاولين هنالك، وهي التي تسيطر على هذه المناطق السياحية ولجني الأرباح وجني الأموال من أبناء الشعب العراقي. لذا ربما هذه المأساة التي حدثت اليوم هي بسبب جشع هؤلاء أصحاب العبارة، ربما أيضا الذين تحميهم هذه الميليشيات ومن ورائهم الأجهزة الأمنية. لا يوجد نظام حقيقي عندنا في العراق، لا يوجد دولة حقيقية، إنما يوجد مناصب يتقاسمها هؤلاء السياسيون، ومن وراء هؤلاء السياسيين هنالك قوى عالمية، قوى الاحتلال العالمية التي لا يهمها إلا أن تسير هذه العملية السياسية، ويبقى شيء اسمه نظام سياسي في العراق، لكن الضحية الأولى والأخيرة الشعب العراقي بأكمله. اليوم 66 ربما، والعدد إلى الآن لا يعرف، ربما أكثر من ذلك. غرق العبارة ب200، كم نجا منهم الله أعلم، لكن من قبل هذه المأساة هنالك الآلاف والآلاف في عدة مآسي متعددة. والأجهزة الحكومية أو الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات متعاقبة في ظل الاحتلال، أقصى ما تقوم به هو تشكيل لجنة، أو يعلن عن تشكيل لجنة، ولكن هذه اللجنة دورها هي أن تأخذ بعض المخصصات المالية ثم يطوى الملف ويحفظ ضد مجهول.
انطلاقا من هذه الحادثة دكتور، كيف ساهم تأخر الحكومة في إعادة إعمار الجسور والمجسرات التي تتهاوى اليوم في ظل ارتفاع مناسيب نهر دجلة، تساهم في غرق الأهالي إثر توجههم لبديل من خلال التنقل بالعبارات، الأمر الذي أدى إلى إنهاء حياتهم؟ نعم، هذا جزء من مسؤوليتهم وجزء من دورهم الذي أدى إلى هذا الخراب. ولا ننسى أن العديد من هؤلاء الذين مارسوا الحرب ضد هذه المدينة، مدينة الموصل، كيف صرحوا قبل البدء على الهجوم عليها بأن مقصودهم هو إبادة هذه المدينة والانتقام من أهلها لأسباب طائفية وغير ذلك. ثم رأينا كيف كانت تلك الحرب بإلقاء حمم على تلك المدينة. المدينة لا تزال يعني لم تنهض اليوم، لم تشف جراحها من المعارك السابقة، إلى الآن الجثث تحت الأنقاض في الكثير من أحيائها في الجانب الأيمن تحديدا، وهذه الجسور وغيرها هي جزء من هذه المأساة الكبيرة، مأساة تدمير الموصل وتدمير أهلها. دكتور، ربما أختم معك بسؤال يطرحه الكثيرون عن السبل التي تؤدي أو تأمن على الأقل لأن يكون هنالك تحقيق يعني مفصل عن المسؤولين الحقيقيين عن غرق العبارة وسقوط هذه الحصيلة من الضحايا في ظل توجيه الاتهامات لجهات في ميليشيا الحاشد. نعم، طبعا لا يمكن أن يقوم بالتحقيق الجهات المشاركة بهذه المأساة أو المسؤولة عنها، ولو مسؤولة عنها بجانب من الجوانب. لا يمكن لهذه الحكومة التي هي تسيطر عليها هذه الميليشيات المتهمة أن تكون هي من تقوم بهذا التحقيق. إذا كان هنالك فعلا إرادة دولية، لا نتكلم عن إرادة وطنية لأنها غير موجودة في العراق، إذا كان هنالك فعلا إرادة دولية لإقامة أو لعمل تحقيق دولي، فلا بد أن يكون هنالك منظمة أو لجان دولية تتمتع بالشفافية وتتمتع بالمهنية وتتمتع بالاستقلالية، لا تكون أيضا مرتبطة تلك اللجان الدولية بأي جهة لها علاقة باحتلال العراق أو بحماية النظام السياسي في العراق. ونقول حقيقة لا يمكن أن يتحقق أي ذلك في ظل هذه المأساة الكبرى، مأساة الاحتلال وتبعات الاحتلال ومشاريعه في العراق. لا بد من إعادة النظر كما قلنا في أكثر من مرة. المشكلة في العراق لا تحل بترقيعات أو بهذه الجزئية أو تلك. مأساتنا مأساة كبيرة، وحلها لا بد أن يكون حلا جذريا من أساسه. مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد دلعاني كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.